المنصوره، انت بتقول المنصوره انا في مشكله عندي دلوقتي. ده مشكله العميد محمد بسوم رئيس نادي المنصوره حالا، صديقنا العزيز. طبعا اولا عامل شغل على اعلى مستوى في النادي، بس هقرا اللي كتبه على النت حالا الاول. اتفضل. العميد محمد بسوم كتب على صفحته الشخصيه حالا: نادي المنصوره كيان كبير واظن انني لا استطيع تحمله بمفردي، وبعتذر عن تكملة المشوار والبركة في الموجودين، وأتمنى التفاف الجميع حوالين الكيان وشكرا. لا هتقولنا العميد محمد بسيوني يا جماعة التليفون بعد إذنك. محمد بسيوني غير شكل النادي من جوه. تمام. محمد بسيوني ومجلسه، أقسم بالله أنا متفاجئ بالخبر ده حالا، ده اللي بعته له الدكتور سيد عيسى كمان، مداخلة حال، وقدر يلف يجمع ولاد النادي حواليه، قدر يجيب معاه عضو مجلس اداره محمد انور لاشقر، بساهم بشكل كبير في النادي الاجتماعي اللي شكله اتعرض على اعلى مستوى، ومعاه اسلام واسلام طبعا كل المجلس اسلام مسعد وعماد والدكتور رزق وفاضل ومصطفى كلهم على فكره. عايزك محترمه جدا، مجلس محترم جدا وراجل عمل كبير على فكره وبيساهم كويس. عايزك طبعا هو ليه مساهمه كبيره، وعايز اكمل لان بسيوني برضه بعلاقته قدر يجمع الناس حواليه، يعني قدر يجيب سيد عيسى في المنصوره: يا عم سيد عيسى اعمل لي الملعب الخماسي. سيد عيسى بعت مبلغ في النادي، لا انا نريد ذكره اسمه على الشاشه، عشان يتعمل الملعب الخماسي. ده نجاح لمحمد بسيوني اللي عامل شغل على اعلى مستوى. لا يا سياده العميد، انا واحد من ابناء نادي المنصوره وفوجئت بالخبر ده حالا. لا تواجد في نادي المنصوره، انت ناجح في نادي المنصوره. انا كنت لسه راح اتكلم عن فرقه الكوره، ولكن الخبر بتاعك ودانا في حته تانية. اتمنى ان محمد بسيوني يكمل، هي لان بس المنصوره بعزك يا كابتن عبد الحميد، المنصوره ماشي على الخط الصحيح مع محمد بسيوني، ولكن ملناش علاقه بنتائج الكوره المتذبذبه. ليه نتائج الكوره 28 نقطه يعني؟ ياسر الكنان عامل شغل على اعلى مستوى، كسب جدا، كسب مباراتين كسب مباراتين، قدر يعلو لل 28 نقطه. طيب خليني، مساء الخير يا سياده العميد واهلا بحضرتك. حضرتك ايه اللي اولا برحب بيك، والخبر اللي احنا قريناه دلوقتي ولسه قاريه محمد عزمي، ايه اللي حصل في ايه؟ مين مزعلك؟ ولا حاجه، الموضوع له ابعاد كتير، من ضمنها طبعا احنا في دوله، الدوله دي لها جهات اداريه. تمام. الدوله دي لابد ان هي تقوم بدورها ناحيتنا كجهه اداريه. لما يكون احنا مديونين ب 12 مليون جنيه. تمام. وجينا بفضل الله ثم سياده الوزير وصرفنا 250 الف جنيه وعاوزين يخصموهم مننا عشان ديون. طب ما يحمدوا ربنا. حساس لحضرتك بس بثواني، انا كنت متواجد عند سياده الوزير يوم الاثنين الماضي، يعني اتشرفت ان انا رحت مقابله وقابلت سياده النائب طلع عبد الهادي، وانا قاعد لقيت حصلت مكالمه، قال ودي الدعم كله لنادي المنصوره. ده كان حصل قدامي السيد وكيل الوزاره حتى الان بيشتغل بالخواطر. تمام يا فندم، مع احترامي للسيد النائب ويشكر جدا الاستاذ طارق عبد الهادي على المجهود اللي هو بذله ناحيه الوزير، ولكن تعليمات السيد الوزير النهارده هي تعليمات دوله مش تعليمات الاستاذ طارق. مظبوط. الاستاذ طارق سهل اجراء. تمام. لما النهارده يقول له لولا الاستاذ طارق ما كنتش هصرف مليم لنادي المنصوره. لا ده حق المنصوره. ده واحد، ده وكيل وزاره، ده اثنين. لما يجي النهارده ياجر ملعب ويغير لائحه ويزود اسعار على نادي المنصوره، ده كان 95 واحنا بنلعب افريقيا وبنلعب ممتاز، كنا اسمه استاد ملعب نادي المنصوره. ده ملعب نادي المنصوره. بتأجروا كام في المباراه يا كابتن دلوقتي؟ احنا بنصرف على الاقل خالص 20,000 جنيه، في 30,000 جنيه، 40,000 جنيه في المباراه النهارده. لا في الشهر. في الشهر. ده بس، ده بند واحد مفيش غيره. ولما يمنع الولاد ويمنعهم، ولجنه من المحافظه، لجنه من الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنه احنا بقالنا 3 شهور، لجان ايه دي؟ عشان خاطر اعمل مقايسه واشتغلها يقعد شهرين ثلاثه. ده موضوع طبعا، موضوع تاني كتير، حاجات كتير طبعا. قله الامكانيات ديت انا بحب دايما انجح. انا شايف ان الانديه الشعبيه في مرحله انهيار، ويعني بفعل فعل. انا شايف ان اللي بيحصل ده حرام لنادي المنصوره. طيب انا شايف إن خلينا نقول ان ايدينا في ايديك، لا تتعجل بهذا القرار، وارجوك ان انت تراجعه مره ثانيه. ان شاء الله نسعى جاهدين الى يكون حضرتك هتكون موجود معانا ومكالمه مع سياده الوزير برضه، نشوف الدنيا تمشي ازاي. وبرضه ندعو كل الناس للوقوف مع نادي المنصوره، لان هو نادي المحافظه. لما بنيجي نتكلم عن الاهليه، ده المنصوره اللي كلم العالم كله، او انا اسف يعني قدم لمنتخبات مصر على مر العصور. مش عايز اتكلم في بدير، واتكلم في الشال، واتكلم في الهادي وسعد سليط والمجموعه، مش عاوز منتخب مصر واحمد شاكر الله يرحمه، وشاكر الله يرحمه، خمسه كانوا مع بعض. ما انا بقول لك مش عاوز اسيب حد، بدايه بقى حتى الاجيال الجديد. او تامر عبد الحميد. طيب عاوز تقول ايه يا عزم سليم؟ عايز اقول له يا سياده العميد بسيوني، اهلا بحضرتك. لو احنا الوقت حسبنا لعيبه سياده العميد بسيوني. ماشي اتفضل يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ انا تعرف طبعا انا واحد من ابناء نادي المنصوره المحبين لنادي المنصوره. ده شرف لي، شرف لي. انا بستاذنك بضم صوت لصوت الدكتور ايهاب،
وكواحد من ابناء نادي المنصوره، لو سمحت لو لنا معزه خاصه جمهور نادي المنصوره اولا واعضاء نادي المنصوره اولا، انا اسف في اللفظ، اللي جابوك رئيس للنادي حلو، واللي بعض واللي اعضاء القايمه نجحوا معاك بسبب وجود محمد بسيوني في 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 على رئاسه القايمه، انك تتنازل عن هذا القرار للدراسه، خاصه انك غيرت شكل نادي المنصوره من الداخل. تمام. وثانيا ان انت المدير الفني ممكن يتغير في اي وقت، سواء ياسر او ابراهيم او او عين. لا يا فندم، ده هو عين. قدرت تجيب ياسر الكيلاني وجهاز فني على مستوى كويس يقدر يقعد الفرقه في الدوري الممتاز والاتفاق على فرقه للصعود للدوري الممتاز. الفرقه كده كده قاعده يعني. وانا سمعت ان الاستاذ علاء الشربين وكيل مديريه الشباب والرياضه كان في مكالمه بينك وبينه وبين الدكتور سيد عيسى ثلاثيه، وانتهيته ان هو يسيب ال 80,000، رجع طلبهم تاني؟ يا فندم انا بس الاول عشان ما اشخصنش الموضوع. اتفضل. النهارده انا كنا زمان الساده المحافظين كانوا بيحضروا معانا الماتشات، كان النادي له صاحب، كان جميع مؤسسات الدوله اللي جوه محافظه الدقهليه بتجري ورا النادي، كان الكل بيقعد، كان بياخدوا رئاسه شرفيه، سواء هو اتدخل او عاوز او مش عايز، كان ضمن من اهتمامات محافظه الدقهليه، كنا بنعمل كسب مال، كنا بنعمل كسب نعمل فلوس بعقود. الموضوع اكبر من كده، الموضوع عايز بس يتبص له بصه. طيب. هل يا ترى نادي المنصوره له غرض؟ عميد بسيوني كان عضو مجلس اداره في الفتره الذهبيه لنادي المنصوره على فكره يعني. يا سياده العميد، يا سياده العميد، ان شاء الله هضم صوت لصوت حضرتك، وان شاء الله الفتره القادمه هيبقى في خير، وهنتقابل ان شاء الله على خير ونظبط الدنيا بالذات عشان عندي تاريخ. منور كل سنه وانت حضرتك طيب. نصير الغلابه ونصير الانديه، واحنا طول عمرنا بنتعامل معاكم، وانا كان زادني شرف بالدعوه الكريمه، وانا بعتذر لحضرتك. كابتن عبد الحميد مصطفى بس معاك على التليفون. كابتن عبد الحميد ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. سياده عبد الحميد ازي حضرتك؟ عبد الحميد اخبارك ايه؟ الحمد لله عبد الحميد بيه، نور فندم الدنيا كلها. ازي حضرتك الله يخليك. اعتقد يعني حضرتك اللي بتعمله ده ما مش مقبول، ان احنا كل واحد فينا يسيب الساحه. انت حضرتك عملت مجهود يعني 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 احنا داخلين عشان نقاتل لصالح انديتنا. فانا عارف انك مقاتل شرس يعني، وان شاء الله رب العالمين هنتقابل وتبقى الدنيا احسن من الاول بكتير ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، زادنا شرف بمكالمتك. واتعشم ان سعادتك تتراجع عن القرار بتاعك ان شاء الله. يا سياده العميد اسحب البوس ده بعد اذنك، منصوره كان كبير وحضرتك يعني عملت طفره كبيره خلال الفتره الماضيه، وكلنا داعمين لهذا الكيان الكبير، وان شاء الله تتحل هذه الامور. بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد محمد البسوني.